أنا وايد أحبك. أنا وايد أنا بعد أحبك. لا أنا مو بس أحبك، أموت فيك. مريم أنت حبيبتي، أنت حبي الوحيد، ما فكر بحد غيرك. أحس إني أنا أسعد إنسانة بالدنيا. أنا ما أرتاح مع أحد في الدنيا مثل ما أرتاح مع دانا. كل يوم أكون فيه ويا بعض بالنسبة لي مناسبة. عندها قدرة مو طبيعية تفهمني وتتفهم أي حال أمر. شو دانا؟ شو الجمال؟ شو الحلال؟ أصعب شيء بحياتك إنك أنت تعيش مع إنسان أنت ما تحبه وما تقدر تكمل وتعيش معاه. علاقتي معاك علاقة شغل وبس. أريام إن شاء الله تأخذ ولد عمها. لو سمحت طلقني وبهدوء. شلون تقولي حد دانا على علاقتنا؟ بشار ما في منه اثنين. قريب راح تعرفين من اللي راح تنسحب من حياتك. أنا ولا أنت؟ أنت يا بشار أستاذ بالنصب. أبي يكون نسخة منك عشان يغاب واحد الثاني يكون موجود. أيام إذا بدك تحبي حدا مو تخنقي وتتملكي. أنا كنت أحبها وغنى. أنا لو كنت أبيك كان ما هديتك من البداية. بصراحة أنا تعبت من أريام. أنتي مو أكثر من علاقة حب فاشلة بحياة بشار. أنا بالنسبة لك مو أكثر من لعبة. لازم تنصحي. كل اللي أقدر أقوله إن القرار بالنهاية بيد بشار. حبكم هذا لازم يخليكم توافقون على زواج محسن مني. على زواج. أبي منك كلمة واحدة واضحة وصريحة. أنت تحبين وتبين تتزوج ولا لا؟ أعتقد أريابي هي اللي تقرر. إيش قاعد تقول؟ أنت يا نيت إنك تحبي حدا يعني تعطيه حريته بالحب، يعني تخليه يحبك على طريقته هو مو على طريقتك. أنا بين قلب أريام اللي تخلت عن زوجها وولدها وحياتها بين قلب دانا اللي أنا كل حياتها.